صراحة المسابقة يعني كانت قوية شديدة التنافس، حضر فيها أزيد من 60 دولة، لكن الحمد لله الجزائر بجانبها تملك يعني كفاءات تنافس على هذا الصعيد، والحمد لله يعني كانت النتيجة بأن توجنا بمرتبة ثالثة. خبر التتويج يعني في بلاد مثل ليبيا، ليبيا معروفة بأنها تهتم بالجانب القرآني والصعيد القرآني، خاصة وأن قراء ليبيا دائما ما يتوج بمسابقات، فأنك تتوج بإحدى المراكز الثلاثة في ليبيا هذا يعني أمر الحمد لله يعني كل الناس يشهد له. الحمد لله تلاوتي كانت موفقة متقنة، لم أخطئ، والله عز وجل وفى أنعم عليه بمرتبة الثالثة يعني جزاء من جنس العمل. بداية أهنئ ابن عبد الرحمن يوسف على هذا التتويج المستحق، أن تتوج الجزائر بالمرتبة الثالثة وسط 63 دولة من العالم الإسلامي وحتى من الجاليات المسلمة في البلاد غير المسلمين، فهذا شرف عظيم جدا، وهذه عناية ورعاية توليها الجزائر لهؤلاء الحفظة، بحيث السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف كلفني باستقبال ابن الشبل عبد الرحمن يوسف وتبليغه تهانيه، وإن شاء الله سيستقبله بعد أيام في مكتبه، وهذا يعني بعد أن تم اقتراح أو ترشيح ابن عبد الرحمن يوسف لهذه المسابقة الدولية في طبعتها العاشرة في دولة ليبيا. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التتويج المستحق.